أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لأبرز الخطوط العريضة في الوحدة الثانية من مادة اكتساب اللغة أصدقاء العربية الطور الثاني. وحدتنا هي بعنوان هويتي. إذن سأقوم بشرح أبرز الأمور التي يجب التركيز عليها أثناء شرح هذه الوحدة. كما تعلمون أعزائي الطلاب، فإن الوحدة تتناول مهارات مختلفة، منها مهارة القراءة أو الكتابة أو المهارات اللغوية. وحدتنا وهي وحدة هويتي ستتناول موضوعات مهمة جداً، كلها تندرج تحت موضوع الهوية، وسندرس نصوصا مختلفة لشرح هذا المفهوم من هذه النصوص المصادفة العجيبة، الصديقان في المتجر وكرم الضيافة. سنقوم بقراءة هذه الدروس، التعرف إلى أبرز المعاني والمفردات الجديدة فيها، التعرف إلى أبرز الأفكار المطروحة فيها، ثم تقييم فهمنا من خلال الإجابة عن أسئلة خاصة بفهم المقروء. أيضاً تتضمن الوحدة مجموعة من الأنماط اللغوية كالضمائر المنفصلة والأفعال بأزمنتها، الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. أما مهارة الكتابة فهي ستكون كتابة وصف الطعام، والتحدث هو الحديث عن هويته. أما بالنسبة لأبرز المفاهيم التي يجب التركيز عليها، المفهوم الرئيس سيكون الروابط، أما المفهوم ذو الصلة سيكون الأنظمة والأعراف، السياق العالمي هو الهويات والعلاقات أو تشكل الهويات. إذن تجمعنا روابط مختلفة، روابطنا مع العائلة، روابطنا مع زملائنا داخل الغرفة الصفية، مع معلماتنا، ستكون علاقات منظمة تتحدث من خلالها عن الأعراف، العادات والتقاليد، الهوية والعلاقات. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم. ولاحظ عزيزي الطالب أن هذه العبارة مأخوذة بشكل عام من المفاهيم التي قمت بقراءتها قبل قليل. محتويات الوحدة الثانية، لاحظ أن محتوياتها منوعة، فمنها نصوص مقروءة كما ذكرت قبل قليل، المصادفة العجيبة، الصديقان في المتجر وكرم الضيافة، وجميع هذه النصوص موجودة في كتاب أصدقاء العربية من صفحة 22 إلى صفحة 35. كما سيكون هناك نصوص مرئية وسأضع روابطها في صفحات الدروس، لذلك أشدد على ضرورة الرجوع إلى صفحات المنصة التعليمية لمعرفة المصادر المطلوبة درس بدرس. كما سيكون هناك تعبير شفهي وكتابي كما قلت قبل قليل، وهو الحديث عن الهوية الشخصية، وكتابة وصف الطعام تنتمي إلى ثقافة الطالب، قد تكون مقبلات، قد تكون حلوى، أو قد تكون طبق رئيسي. أما أهداف الوحدة فهي مختلفة، منها الاستماع، القراءة، التحدث والكتابة. لابد أن تقيس مهارتك في التركيز وأخذ مفردات جديدة من خلال الاستماع إلى نصوص قصيرة باللغة العربية الفصيحة، ثم الاعتياد على القراءة المعبرة، ثم التحدث معبراً عما سمعت أو عما قرأت، ثم تكتب كتابة صحيحة. وهذه هي المهارات الأساسية في اللغة العربية إضافة إلى المهارات اللغوية.
أما الترابط مع المواد الأخرى، لابد أننا نقوم بالارتباط ارتباطاً وثيقاً بمواد أخرى مثل التربية الاجتماعية، حيث ستقوم بالتعرف على بلدان العالم وثقافاتهم ولغاتهم عند الاستماع إلى زملائك والحديث عن هوياتهم. أما التربية الفنية فهي من خلال رسم أشكال ورسومات تعبر عن بلدك. التربية الإسلامية من خلال الآية الكريمة: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، فلا ننسى أنك تستخدم مصادر ومواقع متنوعة حتى تستطيع عمل مشروعات الوحدة المطلوبة منك، وحتى تستطيع أيضا معرفة بعض المعلومات المطلوبة في المشاريع أو المعلومات الصفية. أذكر أن مشروع الوحدة سيقوم بتعريفك لبلدك، حيث يشمل أمور مهمة يجب على الشخص معرفتها كالهوية الشخصية الخاصة بك، كما ستعرف زملائك بوصفة الطعام المميزة في بلدك وتقديم الطعام والشرح عنه للتعريف برمز من رموز بلدك. سنربط ذلك بالواقع من خلال التعريف بالشخصية وتقديم نفسك وما توصلت له للآخرين عن طريق الحديث باللغة العربية الفصيحة. معايير المشروع ستكون سلامة اللغة، الالتزام بالوقت المحدد وهو من دقيقة ونصف إلى 3 دقائق، والحديث بشكل معبر، وأن يشتمل المشروع على صيغ مرئية ومكانية. لابد لنا في كل مشروع من الربط مع رسالة ورؤية المدرسة الأمريكية الحديثة، فمادتنا ومشروعاتنا تعلمنا السمات القيادية، حيث تكتسب سمات قيادية عزيز الطالب من خلال استراتيجيات تدريس الوحدة كقيادة العمل الجماعي، توزيع الأدوار بين أفراد المجموعة، التحدث نيابة عن المجموعة، مما يعزز ثقتك بنفسك ويؤهلك لقيادة المستقبل، علاوة على ما يطبعه مشروع الوحدة من سمات القيادة في نفس الطالب. وهناك أيضا أنشطة لا منهجية، حيث يعد تطبيق مشروع الوحدة نشاطا لا منهجيا يدعم المجتمع ويرتبط بقيم الوحدة. أذكر أعزائي الطلاب بأننا مصادرنا الخاصة بهذه الوحدة ستكون كتاب أصدقاء العربية كتاب الطالب، وستكون أيضا كتاب النشاط، كما بالإضافة إلى كتيب المهارات اللغوية الموجودة معك، والذي يضم مجموعة من أوراق العمل التي أعددناها لتقيم فهمك للقواعد. لذلك أذكر بضرورة الرجوع إلى صفحات المنصة التعليمية والاستفادة مما وضع فيها في صفحات الدروس. هكذا أكون قد انتهيت من شرح أبرز الخطوط العريضة التي جاءت في هذه الوحدة، الوحدة الثانية هويتي. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة، وأراكم في دروس قادمة إن شاء الله. طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.